بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي القناة أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إخواني، قبل أن نبدأ الفيديو وكالعادة، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. رسميا سيتم فتح باب الترشح لاستضافة كأس إفريقيا لسنة 2027، والجزائر أكبر مرشح بدون منازع للفوز بالتنظيم، في ظل توفرها على 4 ملاعب حديثة هي الأفضل حاليا في شمال إفريقيا. ونحن هنا بصدد الحديث عن ملعب تيزي وزو الجديد، والذي يتسع لحوالي 52,000 متفرج، ملعب وهران الأولمبي الجديد والذي سعته تفوق 40,000 متفرج، ملعب براقي الجديد بسعة 40,000 متفرج، ملعب الدويرة الجديد كذلك بسعة 40,000 مقعد. هذه الملاعب سيكون لها دور كبير في قبول ترشح الجزائر لتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2027، خاصة وأن الكاف في نسختها الجديدة لكأس إفريقيا اشترطت الدولة المستضيفة تملك 6 ملاعب ذات مواصفات دولية. فإذا أضفنا إلى هذه 4 ملاعب هناك 5 ملاعب سيتم تجديدها، وهذا لاحتضان كأس إفريقيا للاعبين المحليين لسنة 2023 والتي ستحتضنها الجزائر. وهنا نحن بصدد الحديث عن ملعب 5 جويلية والذي تصل سعته لحوالي 65,000 متفرج، ويعد أكبر ملعب على مستوى الجزائر. ثاني أكبر ملعب كذلك سيتم ترميمه هو ملعب عنابة والذي تصل سعته لحوالي 55,000 مقعد، ملعب قسنطينة سعته تصل لحوالي 40,000 متفرج، ملعب أحمد زابانة بولاية وهران والتي سعته تصل لحوالي 40,000 متفرج، وكذلك ملعب مصطفى تشاكر بالبوليدة والذي سعته تصل لحوالي 35,000 متفرج، ويعد حاليا معقلا للمنتخب الوطني الجزائري. إذن هذه الملاعب سيكون لها إضافة أخرى للملاعب الجديدة التي تبنى والتي ستكون جاهزة من هنا إلى سنة 2027. إذن إذا أرادت الجزائر أن تترشح، وهذا متوقع بنسبة كبيرة، ستفوز إفريقيا لسنة 2027، وهذا لعديد الاعتبارات، أولها أن الجزائر لم تنظم أي نسخة منذ سنة 1990 والتي نظمتها في الجزائر وتوجت بها آنذاك، وكذلك توفرها على البنية التحتية اللازمة، وهذا من فنادق ذات 5 نجوم ومطارات وملاعب تدريبات وكذلك ملاعب بمواصفات حديثة. إضافة إلى ذلك، فإن المدن المستضيفة لهكذا تظاهرة مثل وهران، الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة، كلها تحوز على مرافق ذات جودة عالية. وهناك اعتبار آخر، وهو أن معظم الدول كانت نظمت كأس إفريقيا لعدة مرات، آخرها مصر التي نظمت في 2006، وكذلك النسخة الأخيرة لسنة 2019، وكذلك جنوب إفريقيا والتي نظمتها لعدة مرات في العقد الأخير. هذا ما يجعلها غير مرشحة لاحتضان التظاهرة. وهناك أمور أخرى، هي بعض الدول التي كانت قد استلمت ترشيح التنظيم وفازت به، ولكن انسحبت في آخر اللحظات، وهذا لأسباب إما سياسية وأخرى اقتصادية. وهنا الحديث عن دولة المغرب التي استغنت عن تنظيم كأس إفريقيا لسنة 2015 ووضعت الكاف في ورطة كبيرة آنذاك، وكذلك دولة الكاميرون التي تم تأجيل الكان منها، وهذا بسبب الأزمة الاقتصادية. ما نتمناه فقط هو أن تقوم الاتحادية الجزائرية والوزارة بتقديم ملف قوي من أجل تنظيم أحسن نسخة لكأس إفريقيا منذ نشأتها، ونحن قادرون على ذلك، وهذا بسبب التجربة الكبيرة التي اكتسبتها الجزائر وكذلك البنية التحتية التي توفر عليها الدولة الجزائرية. في الأخير، ما نتمناه فقط هو أن تقوم السلطات العليا للبلاد بأخذ هذا التنظيم بعين الاعتبار وتسليط الأضواء عليه، وهذا من أجل تنظيم كأس إفريقيا في سنة 2027. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أردت أن يصل الفيديو لأكبر عدد من الأشخاص، فلا تنسى الضغط على لايك، وهذا لدعمنا. إلى اللقاء.